يا حبيبتي ما تخافيش، يا حبيبتي ما تخافيش، العملية كانت ما فيش عملية، ما تخافيش. أنا عايزاكي تحكي كده لعمو، عايزاكي تحكي لعمو تقول له ايه اللي حصل. قولي لي بقى، قولي لي، كلميني بقى كده، بصي بطلي الرعشة اللي انت فيها دي بقى، كلميني قولي لي. لا في، لا ده كويس، ده كويس. مش عادي، قولي لي انت اتعورتي ازاي بقى. انا كنت متكلمه، كنت متكلمه من الم جنبي شطر شويه، اه، فانا جيت اجربه في الرسمه دي. واحد ورايا اسمه محمد يحيى بيقول للمستر ان انا برسم، انا ما كنتش قصدي برسم. المستر بيقول لي تعالي انت فاتح حدك وتعالي، قطع لي الكراسه ورماها على الارض. خدت الكراسه وقعدت تاني، كنت زعلانه عماله ابص في الارض. تمام. فهو بيقول لي تعالي تاني، انت كنت بتبصي على ايه؟ قلت له ما بصش على حاجه، ممكن ما بصش على حاجه. بيقول لي طب اقف هنا اهو على ما اخلص الحصه. قلت له خلاص يا مستر، انا اصلا مش هعمل كده تاني. خلاص كملي. قام زعلي وبيقول لي اقف، بيقول لي اقف بره، اقف بره على ما اخلص الحصه. يعني بيطردك يعني؟ وعمل لي كده جامد لحد ما زقني وجابني عند الازاز. الازاز اللي في الباب؟ اه. يعني انت مكسوفه تطردي، فهو مصمم ان هو يطردك، فقام زقك طلعك بره. اه. زقك في الازاز، هو اللي عمل فيه كده؟ لا انا عملت كده برضه. حسبي الله ونعم الوكيل. كم غرزه دول يا دكتور؟ هو حسبها بالظبط 56، 56. هي ممكن كانت لمبه في 5 صورات. اه يعني غرز بياخدوا 5 غرز. هو تجميل، فمشغل الخيط وعاملها غرز كتير عشان يبقى فيه تجميل. يعني كان ممكن كل جرح بغرزه. الحمد لله رب العالمين. انا اتفاجئت لقيتهم جايبين لي 3 زايد زي اللي عنده سخونية. ما هو ده العدل بقى ما بينه وما بين الدكتور بقى. بصي بيعمل كده عشان لما بيجي يفتح الدكتور ما يوجعكيش. ده